أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل إجراءات إصدار تأشيرات العمل الخاصة بالعمالة المنزلية، وعلى هامش حفل افتتاح المركز الجديد لخدمة المواطن في مقر شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية. شدد الجراح على أهمية تحقيق منظومة خدمية متكاملة تمكن المواطن من إنهاء كافة المعاملات الخاصة باستخدام العمالة المنزلية تحت سقف واحد. تعاون مع شركة الدرة نسهل لهم الأمور لتصدير الفيز، وإن شاء الله على بركة الله الأخوان متعاونين مع الداخلية وإحنا متعاونين معهم إن شاء الله بالإصدار، ونسهل الأمور للمواطنين جميعا إن شاء الله. مراكز الخدمة منتشرة بالكويت ويا الله ما شاء الله أكثر من أفرع المطاعم، عندنا أكثر من 50 مركز خدمة إن شاء الله لخدمة المواطنين، طبعا غير خدمة الجنسية والجوازات. والله إحنا كلنا بدولة الكويت إن شاء الله، ما في أي اختلاف بيننا، الشؤون الداخلية كنا يد واحدة متعاونين إن شاء الله.